حبيبي انا وينك يا هلا قلقت عليك مسيك الكبير مش عم تعرفوا تركزوا بالشغل هو خلينا الله حيوه على اساس مقطوع منين لقيت؟ ايه تعيش وتجيب يا معلم بارضي ارجع زلمه كله بيتدبر شو صار بالهويه؟ معلم هلا حكيت له راشد يعني يوم بس ان شاء الله تكون بايدك كويس سماهي عم تطلعي وترقصي على التلفزيونات يا بنت الصرامي شباب سماهي في شيء؟ لا ما في شيء بس احسبوا حسابكم الليل عازمكم على سهرة ما صار الله حيو الله يخلينا ياك يا معلم ايه والله ضايق خلقنا ايه والله طقت الروح تبعنا بس ما عرفنا شو المناسب بلا مناسبة معنا ملايين وبدنا نصرفهم على ملذاتنا الشخصية الله يخلينا ياك يا معلم روحوا احلى سهرة تعيش وتصرف يا معلم صاري فيه والحمد لله وبطن رح تمر مين حالك وتيسر انت واللي معك وبلا مشاكل لا يا معدل لا عم تقلع زبون تقيل من عندك من المحل انا مو زكوان حويس اللطة ولا انا زكوان معلمك اللي بده يحط صباطه بالعرض بدمك احلى شباب بدي احكي لكم حكاية مو كتير طويلة اسمعوها هذا انا بالزمانات كنت اشتغل هون بهذا الكباريه كنت لم نقطة ورا الرقاصات وهي النمرة واحدة منهم حبيتها ونعمة على قلبي ومرة اجا زبون كتير تقيل وصار يرش مصاري كتير بعد شوي صار يتمادى ويمد ايده عليها بعدته عنا قام عصب وصار يعيط علي اجا هذا الجحش بهدلني وضربني كف قدام كل العالم كف ما حملني راسي عملت مشكله كتير كبيره دكوني بالنظارة وولعوني من المحل وهي الرقاصة المحترمة قالت بالضبط أن ما بتعرفني مع أنه كنت حاميلة ودافع عنها بعدها وقعوني تعهد أني ما أقرب لهون طلعوني فبيصير هيك يا أكابر هيك الأصول بين الناس وقتها كنت مو قدران أعمل شيء لأني كنت عايف حالي
بس هلا انا زكوان ابو الملايين ولك وبرد الكف عشان لا تغسونا يا جماعة ها اللي كمل سهرته عليك تعال شباب نفسه فيها ما يخرب حاله انا فايتنا زكوان حرام عليك ولك زكوان فكرتك نمت وجاب علينا خير زكوان فيك شي وصلتوها لي الوسخة ايه راحوا الشباب يودوها انت لساتك بتحبها لك أنا ما نسيته ولا يوم بس ماهر بلا أصل يا هيسا لك اللي عملته معه ما في رجال بالدنيا بيعملوا مع مرة بس من يوم ما عرفتها واحدة مصلحجية وما بتحب غير حالها لك كانت تلعب فيني لعب بنت الكلب يوم تحسسني إنه بتحبني وعشرة لا ولك بتل صباطي إذا ما حبتني بتل صرمايتي بس أنا ما بحب كون مضحكي زلتني بنت الكلب زلتني لك هيثم؟ لا يا معلم، ما عاش اللي بده يزلك، وسماهر طلعت ولا نزلت بالاخير مرة، شو زايد فيها عن غيرها؟ قلتك طلع الخوازير اللي اكلتها بحياتي. ولك انا ما طلع لي حظ من حدا. لا من اهلي ولا من الناس ولا من العالم اللي عرفته، كله خوازير. روق حبيبنا. هاي عندك نهلة، والله ضفرة براس سماهر. أي بيكفي أنا بتحبك ومعك على الموت نهلا لك أنا بدي حب نهلا أي وحدة خوت عقلاتها جوستين بخرج بخض وخض أي للشغل والكيف بس ومع هيك أنا ما خليت حدا من الشباب يلمسها لسماهر لمس كتر خير لأنه إذا الشباب ما قربوا في ألف واحد بيقرب سماهر قلبها كبير بيسع كل رجال البلد واللي بيدفع أكتر ياخد أكبر محل
خير وعليك. وينه عصام؟ طلع من بكير معلم. ما عم بسألك إيه ما طلع، عم بسألك وينه؟ والله ما بنعرف يا معلم، الله وكيلك ما بنعرف. إيه الواحد بيحكي بينضرب بيقول ما بيعرف. يعني أنتوا الاثنين ما بتعرفوا وين عم يندفس هالحمار؟ ماشي. دبروا عندي. كيف الشباب؟ اي نايسة. وشك ولا ضوء الحمار؟ على العافية معلم. وين عم تروحوا لها؟ مو لأرنا. بصراحة كنت معطيرة. معطيرة؟ ومن ايه ما بتسرح بدوني ولا بغل؟ لا معلم بس هي غير شكل. وإذا نفسك فيها جيب لك إياها براسي. تضرب منك لا. لما تحرك قبل ما تقول لي بتفهم؟ تأمر حبيبنا. لك يفضح عرضكم، لك يفضح عرضكم شو عم تعملوا فيني.